عالسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جو برو سيزون 3. قبل ما نبدأ الحلقة نحب نقول لكم مرسي بوكو على مساجاتكم ومحبتكم، وكان الخدمة متاعنا ماشي راهي بكم انتوما، وإن شاء الله تري تري بينتوم حاضرين كونسبت جديد مع سي وجدي بيان سور وسي راغب الحباشة شي ولي نعرفش يا كل نهار ربع يا كل نهار سبت، مازلنا ندرسوا في الموضوع. إن شاء الله مسرحية قهوة كيف كيف بينتوم باش نهبطوا رزنامة متاع التورني جديد، نجموا تابعوا الباج فيسبوك باج سيزار أوفيسيال وإلا الانستغرام صابر سيزار. نبدأ الفيديو متاعنا اليوم باش نحكيو على السوليد وما أدراك ما السوليد. احنا توا في بريود سوليد، والسوليد معروف انه يساعد العباد اللي ما في حالهاش تقريبا كيما تونس الكل، نحي خمسة من الناس والرئيس والوزير ما يفوتوش عشرة من الناس عشرين مليح. السولد كيما الانتخابات، معناها انتخب اللي تحب، هما باش يحطوا اللي يحب، اللي يويت السيستم باش يحطوه، ما يسمعش كلام السيستم مش موضوع. شنو علاقته بالسولد؟ انا قبل السولد فما فيست مقمرها 140 دينار سوم، فانا نفسي ناخذها، هذا ايش في بالي؟ يا اخي جا السولد ولا سومها 210 عاملين فيها 30% ولات 147 دينار. يا كرني خديتها قبل السولد يا لطيف. الله العظيم عاد قولون معناها توا احنا نوليو نشريو الحوايج قبل ما يجي السولد فيسع. ما فما بوتيكات هما محليهم في السولد يغلي ما يرخصش هاي، واللي مثلا الاسعار هكا ما فما مراقبه الاسعار، المفروض هاي هي مراقبه الاسعار بيدها لازمها مراقبه، انا اسعار مراقبه الاسعار هي بيدها يفلحوا مع بعضهم وعاد بالله ما خدمناش على شنو، والله ما فماش قبال، ما فماش قبال لعدة أسباب يا سيد، ما فماش قبال على إيش أفسر لك. ساعة أنا واحد مثلا كعب أفريكاسي ومعاها ربيعة دجاج ومعاها خير لي من مريول، هذا كان من ناحية المبدأ. اثنين، ظهر لي البوتيكات متاع تونس مازالوا ما دخلوش معانا للشتي، راهو مازالوا في الصيف قاعدين بعد السولد على حوايج الصيف من توا من توا السولد على يا في الشتاء. احنا جيتوا معانا ولا كيفيه؟ شنو تحب تبيع انت في الشتاء؟ عمل لي سولد نتاع حوايج الشتاء باش نجم نشري حوايج الشتاء ونلبسهم في الشتاء، وفي الصيف عمل لي سولد نتاع حوايج الصيف باش نجم نشري حوايج في الصيف خاطر انا ما عنديش ونلبسهم في الصيف. يا ولدي كيفيك تو حوايج الشتاء تبيعوا فيهم حوايج الصيف باش يوفى السول تعاود ترجع حوايج الشتاء، معناها ما عملت فيهم حتى ريميزه. عليه يا خويا عليه هكا يا خويا عليه كل شيء بالعذاب في البلاد يا خويا. يا خويا تو كيفيه معاكم حل انتوما سولت مدينا في السولد وندوروا الحق، فما بوتيكات محترمين انفسهم وفما بوتيكات باهين وفما الحق بوتيكات يخدموا لكن ديما فما خلل. كيفيه تحب كل شيء صحيح بالله، ما دامنا في بريود سولد كي تحط البرسنتاج في التيكي حطها قديش تولي بعد البرسنتاج، خاطرني انا ما نقعدش نكسر في راسي وقتها، انا نبدا قديش سومها هي 85 دينار و620 فرنك، كيدتك باش تحطوا 700 نقولوا اي قديش فيها 20%. عليه عليه انا جاي باش نعطيك فلوسي، انت لازمك تسهلي الماموريه لو ماكسيموم باش ننجم ندخل يدي المكتوبي ونعطيك فلوسي، هذا قانون الماركتينغ. فسيادتك انت تتعب فيا، انت انا ندخل عيني في القطع وعندي فليسات ياكلوا فيا، انا ما هكاك احنا هكاك رانا لهنا للعنكوش، اما نحبوا الدليل يا خويا اخرتها قطنه. قال الراجل برا سفيه جات على مريوله ندخل نشريك المحليه يا يهبل يا نتخيف يلبسوا ماني عندي سبب قديه سوم 30% معناها معليه وتلز واحد مغط من غاديك اجينك مسيو اون فيت باش تتعلم تحسب البورسنتاج تاخذ لسوم ابخي تضربها في البورسنتاج هذيك ابخي تقسمها على 100 يقسمك على 1000 ان شاء الله يقسم لسانك تروف 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 ويعطيك تريحة عمرة اوف باب يا سيد اتلهي في انا بهيم في الحساب انا مانيش محاسبي الحساب عند ربي سبحانه ريت من وصلتونا هذا كله بس سيادتكم ما تحطوش السوم بعد البرسنتاج قديش نجبد انا كنت اللي فعليه عليك سهل لي عامل لنا كيما بون الدوله كهو تصعب علينا وتنحي لنا فلوس انتم لازمكم تسهلوا لنا باش نعطيكم سوم ما تقولوش فهمتني احنا حتى موت ينحيوا لنا فلوس اصلا توا
مادامنا في السولد ونعرف عاد ما احنا كي نهدوا ما شاء الله هجوج وماجوج اللطف سبع الطاف مش موضوعنا. يبدا السولد عنده نهار وان داي وان شوت مع التوينز. اول قطايع يوفيو التاي ام والتاي اس، وانا ظريف خاي نلبس كان الام انا شويه انا الكلهم يوفيو في اي ارتيكل الام والاس. المفروض كي نخرجوا للشارع نلقاوكم شبابنا كلكم زفلت، انا كي نخرج للشارع نلقاكم فيوله، انا عادي نلبس ام واس وظريف، كي نخرج نلقاكم كلكم دوبل اكسل تريبل اكسل اكسل لهنا زوز اكسلات لهنا برشا. ساعات خاف منكم انا، ساعات نحس روحي اليس في بلاد العجائب هكا نغزر لكم. عمركم ما تعرفوها عشت القصير كيفاش، عمركم ما تعرفوها مش موضوعنا. فعلاش الطيات الصغار الكل يوفيو وانتم جهامات في الشارع؟ 40 طيان او 42 ديما يوفيو. شو انا كانسان عادي بارابور الباكو الحليب انا وياه قد فعادي باش تكون البوانتور نتاعي 40 طيان بدني ام احلان. فما منا برشا في الدنيا انتم اللي بيزاغ الطويل، احنا عادي القصار هما الاكثر في العالم، فالطويل هما النشاز نتاع العالم باهي. فانت عندك مشكله، انا كقصير فرحان مش موضوع. ما همش موجودين معناها كي نخرجوا عن الشارع نورمال مو لقاكم منكانات يا ولادي. السيق السيق اللي ماهيش سيق كي تبدا تدور في الشارع تقول بالم تصطادوا بها باهي. انا ماني قلنا احنا ظريف وجاونا باهي. عايش اختي يا مادموازيل يا جون دموازيل يا مدام يا فوندوز محليك ومام يا مسيو سيقك صغيره شي يهمك فيها؟ قلت لك ربيها عندك. انا قلت لك كي تكبر تندخلها تقرا سيقي صغيره عاخيله ماهيش كبيره انا ديجا وقاعده تقرا. شنو سيقك صغير مالك ومالها سيقي؟ انا جيت على حالك سيقي لي. شو سيق صغير تفضحني في المكان وتسيح لي عليه؟ سيقي صغير يا ربي خلقني سبحان الله. يا والله تعرف كان جت طفله والله كان جت طفله ريفت ماهي ولت تشهي سايبينها عجبكش كل واحد لابس سيقو سيقو صغير شبي قصير شبي طويل شبي بخويا كل واحد يرد باله على الغلوغ لغاليغ أغلوغن بيهيون. كي تبدأ في البوتيك تختار في حويجات باش تدخل تقيسهم في الفستير، تبدأ تقيس في أمان الله سكرت الريدو على روحتك يحل الريدو متطفل صار فيها شكونة عايش تي عايشة سكر عليك. أنا وقت الفستير نولي لك فامبيو نهبط عليك من هنا لسببين. السبب الاول على الغباء نتاعك خاطرك لازمك تندثر خاطرك يبدا الريدو مسكر على الفستير بس فما شكون مثلا ما نحبوكش تدخل تقيس احنا جيور الداخل مثلا ريدو مردود يعني اليا فما شكون. كي قدر عليك ربي وانت ما تفهمش الاشاره هذه مثلا اضعف الايمان اضعف الايمان اتبع بالخير او فما ساقين تحل وتطل صار فما شكون هكا وتهزني وتسق اوهو تحرش. انت يا ولي تتبع في السولد باش تتحرش، انت المهم الحم ما يهمكش الكائن شنو ما يهمكش حتى كومون تتحرش به متفقين وتثبت وحل معمياتك قبل ما تدخل على العباد وهما يبدلوا بحوايجهم فهمناش كي نبداو ندورو في شوارع المدينة وانا في بالي فما سولد خاطر وين نتلفت نلقى بلاكة وين نتلفت نلقى بلاكة وين نتلفت ظاهرة سولد. فأرجوك يا صديقي ما تقوليش هيا ندخلو نعملو دورة فين بوتيك ندخلو نعملو دورة. انا كي ندخل بوتيك باش نعمل دورة يمشي في مخي ندخلو باش نتزرسحو على حوايج نعملو دريجة احنا نفادلكو ونخرجو خاطر اكيد مانيش باش نشري خاطر ما عنديش فلوس. فمهبول بالنسبة لي انا انت مهبول. انا ما ندورش وانا ما عنديش فلوس نتقهر فما نحبش. تبدا عندي فلوس ندخل ندور ونتدلل. انا هكا تحب تعمل دورة اعمل وحدك انا نحب نعمل مربع نتسلنيش خاطر فما انواع. انا خدمت فوندور ونعرف هو يعيش في عقد في الشارع يحب يشوف روحه سيد. قالوا لو كليون سي لو غوا عمي ماكش غوا نو ماكش غوا انا غوا هو غوا اللي يخدم فيك خاطر خادم الرجال سيدهم. ريتا كيفاه لو كليون غوا عمي الكليون يحترم روحه هكا. فما عبيد تبدا هكا يبدا الناس يعلم بها ربي يبداو قبل ب 15 يوم يحضروا وسويقاتهم مكسرين. انا نعرف
انا نعرف نعرف انا والجيرو هكا مكشلف يبدا ما عجبو شي هكا هكا يمشيك بسرعه تقوم نكبسك من رقبتك انا نكبس روحك نبني لك الاهرامات باش ترضى عليا انت 150 مليون نتفي في امه وانا قلت لي تصور هذا الكل اعطيهم 400 الف من بعد ويزيد يدخل لي هكا كليون كيف كيترشق هكا ويدي في مكاتبه هكا وزعما هو مولى الديار دخل هو قال حاجه لابسها يعفس في اللوبوتان هو وقتها مسح العرق بونت شوبار هو وقتها هكا يبدا الداخل تقول عنده كلاس او اكسيون تيغي بالاو ام جي البر هكا يبدا قداش هذيك فما منها في الام فما منها تعطيني نعطيك سلام هذيك فما منه كارونطيان فما منه كارونطيان تعطيني نعطيك فما منه نعطيك فما منه نعطيك فما منه يخدمني في البوتيك الكل مولا المول ما يخدمنيش هكاك يقيس الحوايج الكل ويحب يعاوني يتوي يطيح صف كامله متويه حل موديلات لونتي فول الكل يحل قاس سكادو قال لي هات سكادو باش تقيس اش تقيس كراسه انت باش تقيس سكادو شنو نقيس سكادو قال لي نحب نشوفك كيفاش تطلع عليا حاضر الكليون سي لو سكادو فرتناها الكلنا ثلاثه من الناس تحامينا فيها باش تفرتو احي لونتي فول يكبس من غادي هات بيب دي سابيب حل حتى عمل هكا من بعد قال لي يا اخي مازلتوا محلولين الجمله هذه نعرفها الجملة هذيك يقولها لي كليون أنا لحمي شوك بعد ما خدمتني هذاك الكل يقول لي مزلتوا محلولين باش نسهر لك يعني باش نصبح لك يعني بومة باش نولي يعني خطيفة يعني خفاش باش نولي يعني تحية لصاحبي خفاش يبيع في اللحم والله كان هزك الخفاش لما يبيعك بالخمسين جرام أقوى زار فيك يا تونس خفاش بورت الوزير مزلتوا محلولين أي مزلنا محلولين عليه مالا تونا ونرجع بعد الحوايج اللي قصتهم لك بعد لونتيفولي اللي نحيتهم لك تو نرجع انت شفت ايش نهار صارت هذي تو نرجع ورجعك اليوم عمره ما فيركيك يا بليد يا ماست يا لاست يا فاست يا كاست يا كلاست كيبدا ما عندكش ما تبداش تسيق فيها الحانوت الكل احشم على روحك احشم ارخص همتك هكا زعما دي هكا هي هكا يقيس والعبيد تجري وراهم ويحطوا بابا خليف عاد كل هكو فهمناشي خان عديوها السول دي اللي ما هوش سولد على خير باهي قبل ما نسكروا الفيديو بجاه ربي تحية لأي فوندور وأي فوندور استخدم والله العظيم ربي معاكم مش مهمشين الغلاء عاملين فيهم اللي يحبوا هيلي بالكونترا هيلي بليش ما هما في خانشيز ويدخلوا موليد العاملة رخيصة في تونس يحرث على والديهم انت ما عندك حينا حق والديك حق ما عندهم شي مساكن وزيد او برسنتاج وبعد ما ياخذوا ايش افش نحلك تيبال وعلى المناولة زيادة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يلي تاكلوا في عرق الخدام تعرف نهار اخر يقسي مو بالليه عائلة تتفرش فيها الله المستعان